واحدة بتقول كنت مخطوبة لابن عمي وفكيت الخطوبة لعدم وجود تفاهم بيننا، وكانت امي مقتنعة بذلك انها تفك خطوبة يعني. وبيتقدم لي الكثير، فامي سألت راهب في البلد وقالت اسم البلد، معروف لدى الناس انه من السواح، فقال لها تاخد ابن عمها. فرفضت امي هذا الشاب، والان تقدم لي شخص وانا ارتاح ليه، وامي ترفض وتقول اخاف مخالفة كلام الله الذي جاء على لسان ابونا. اولا يا بنتي ما عندناش سواح في البلد دي بتاعتكم، يعني ايه كلمة سواح؟ كلمة سواح يعني انسان سايح في الجبال في البرية الجوانية، يعيش في مغارة بعيدة ما فيش حد من الناس يشوفه فيها، فاذا تعرف مكانه يسيب المغارة دي ويخش جوه في البرية الجوانية. وبعض السواح كانوا بيعيشوا في اماكن على بعد ايام طويلة جدا للوصول اليها اذا عرف المكان. فالسواح لا، الا لو كان من السواح الاجانب دي حاجة تانية. وهذا الاب الراهب ايه اللي نزلوا بلدكم؟ نزل يعمل ايه؟ وايه اللي خلاها يقابل والدتك وينصحها النصيحة؟ وايه اللي عرفه بابن عمك؟ وهل جات له رؤية؟ وهل شرح لكم الرؤية دي؟ ولو كانت رؤية هل هي فعلا من السماء ولا خداع؟ يا بنتي ما دام انت مش مستريحة لابن عمك فلو اتجوزتيه هتعيشي على خلاف معاه لانك مش مستريحة ليه، ولا هتنفعك امك بحاجة ابدا تقولك اتجوزي ابن عمك انت مش مستريحة لي، تتجوزيه ازاي؟ بتقول ماذا افعل؟ قول لوالدتك البابا بيقول لك ابعت لنا السايح ده نشوفه. بدل ما هو يتسوحك معاه نعم. حاجة عجيبة. ايه اللي دخل الرهبان في الزيجات وتتجوز ده وتسيب ده؟ هو ماله الرهب؟